أخبار المهرية باختصار. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الحوثي على قرية العمود جنوبي مأرب إلى 29 قتيلا وجريحا، وقصف الحوثيون القرية الواقعة في مديرية الجوبة بصاروخين باليستيين. قوة سعودية تغادر مطار عتق بمحافظة شبوة عائدة إلى الأراضي السعودية بشكل مفاجئ، وتأتي مغادرة القوات السعودية بعد نحو أسبوع من انسحاب القوات الإماراتية من معسكر العلم. ضباط وجنود معتقلون لدى ميليشيا الحزام الأمني بعدن يعلنون إضرابا مفتوحا عن الطعام. المعتقلون في سجن بير أحمد ناشدوا الشرعية النظر في قضيتهم وإطلاق سراحهم بشكل فوري. باريس سان جيرمان يفكر في فسخ عقد الأسباني سيرجيو راموس الذي يستمر حتى عام 2023. ووفقا لصحيفة فرنسية فإن لدى النادي شكوك حول قدرة راموس على المنافسة في المواجهات الرياضية. نتائج واعدة بشأن إمكانية التطعيم ضد فيروس كورونا بواسطة لصيقات بدلا من استخدام الحقن. التقنية الجديدة تتميز بفعالية معززة وانتشار أفضل، كما ستساعد على تفادي أزمة البكاء عند حقن الأطفال. إلى اللقاء باختصار آخر.